أولادنا أحفادنا مش ميالين يسمعوا أغاني لأم كلثوم لعبد الوهاب. أنا من الجيل ده اللي أحب أسمع الأغاني دي، ربما يميلوا الفيروس يعني ليها إيقاع سريع قصير 3 دقايق الأغنية. تفتكر بعد 50 سنة لو في مؤرخ موسيقى، أول حاجة هل أغاني الكبار العظماء اللي احنا بنسمعهم دلوقتي هتبقى ولا أم كلثوم تختفي وعبد الوهاب؟ سؤال ليك أستاذ محمد العسيري. الصوت ممكن يختفي لكن الأغاني هتفضل. لأنه اشرحها لي ازاي يعني، الناس هتسمع ولا مش هتسمع؟ أنا ممكن محبش صوت أم كلثوم لكن هسمع أغنية أم كلثوم بأصوات أخرى، بأصوات أخرى بالنسبة للجيل الجديد. يعني خليني أقول لك، أضرب لك مثل صغير كده. في غنوة لعليا التونسية اسمها على الجرى، دي غناها 34 واحد مش كده؟ الغنوة دي اتعملت من يجي 50-60 سنة، حلمي بكر، الأستاذ حلمي بكر، وكلام محسن الخياط بالمناسبة. فيعدي 30 سنة ما حدش يسمعها، ما حدش يعرف عنها حاجة، وبعدين يجي صابر الرباعي وأصالة اللي يطلعوها، يطلعوا في حفلة يقولوها، فالدنيا كلها تبدأ تسمعها من أول وجديد. نفس الكلام عن لحن خالد الأمير وصلاح فايز، اسمه حشتني، يقعد 30-40 سنة وبعدين خالد عجاج. انا هنا ما بصنفش يعني، بقول يطلع يغنيها لسعاد محمد فالدنيا كلها. نفس سعاد محمد غنوة عاملها مجدي نجيب واعتقد محمد سلطان، اسمها اوعدك، الناس بعد 40 سنة فهتطلع تغني. خليني اقول لك حاجه ثانيه خالص بعيد. احنا من 2-3 سنين اولادنا كلهم اللي انت بتكلم عنهم دول كانوا بيغنوا لحن اسمه قالوا علينا، قالوا ايه اللي أعيد تقديمه. دي جملة الحفني أحمد حسن متقالة من يجي 50 سنة. قالوا إيه؟ علينا دول. مين من فولادنا مغناش؟ أبص أقولك حاجتين الحقيقة، يعني ممكن ده يبقى رأي مختلف. اللي بيتكلم على إن الذوق المصري باظ وبتاعه مش عارف إيه والولاد والحاجات والغنى باظ، ده كلام مش صحيح على الإطلاق. الذوق المصري، الذوق ما خرجش من مصر، ده نمرة واحد. اتنين، ولادنا ودنهم كويسة جدا، لكن انت عندك مشكلة انه احيانا الرديء، وانا هنا بتكلم على جودة ورداءت مش، لكن مش على الانواع، لان انت طول الوقت الانواع عندك كانت موجودة من امينة شخلع وانت جاي، الغنى الخليع موجود والغنى اللي بجد موجود، الخستار اللي فرحنا ولا كل حاجة يعني، ده موجود وده موجود، من خد البزة واسكت خد البزة ونام يعني، في نفس الوقت اللي كان فيه بحقك أنت المنى والطلب يعني، ده موجود. بس بعد 100 سنة انت ما بتسمعش سيد درويش ولا ابو لا محمد. مين قال؟ لا سيد درويش بيتسمع. اقول لك على حاجه، في لحن شعبي شيك وبسيط جدا عامله محمود الشريف، اعتقد انه كان اتغنى في فيلم لتحيه كاروكي، اسمه تحت الشباك ولمحتك يا جدح. ده اغنيه بسمعها. جه حد من لبنان، الشباك ولمحتك يا جدح. جه حد من لبنان، وده لحن صعب على فكره مش سهل يعني، من 2 سنين وراح عاملها، فالدنيا كلها غنيتها من اول وجديد. في لحن ربع جمله كده البليغ حمد اسمه يانا يانا، غنيته صباح من يجي 40 سنة مثلا ولا بتاع، جت مطربه لبنانيه برضو راحت مغنيه في مصر كلها بدات تغنيه تاني وهكذا. في عز قبل ورده ما تعمل بتوني سبيك كان الكلام على انه جيل الشباب والمزيكا الشبابي وبتاعه، ومحدش هيسمع طرب تاني ومحدش هيسمع اغنيه ايقاعيه تاني، وجي صلاح الشرنوبي وعمر بطيشة عمل بتونس بيك درجح وهكذا. جي بعدهم ذكرى محمد وغنت غنى طربي جدا جدا جدا. النهارده في عندك امل ماهر بتغني ده، عندك انغام وعندك ويجز، وعندك ويكس. شباب النهارده بيسمع ويكس. محمد عسيري بيسمع ويكس. بسمعه للمعرفة. وقف قدامه يعني، انا ما بفهمش كلامه. وما بفهمش اغانيه، مش فاهم والله. بالعكس كلامه. وبقول لابني اشرح لي. هو كان نوع من المزيكا ده موجود. يعني ما فيش مشكلة في المزيكا. في المزيكا اللي هو بيقدمها، احنا عندنا دلوقتي ما هو احدث من الراب. عندنا موسيقى التراب، يعني خلط كده ما بين الراب والهوس، وعملوا حاجه اسمها موسيقى التراب. المزيكا موجود، والمزيكا يعني كائن انساني موجود في العالم كله يعني، ما
من اول الزنوج ما راحوا امريكا وعملوا الجاز والى اخره، وانت ده وارد يعني، انت ممكن تسمع اغنيه هندي وممكن تسمع اغنيه ياباني، لكن هو الفكره في الكلام. دايما الازمه عندنا في الكلام. ليه ويجز واللي شبهه بينجحوا عند الشباب؟ لانه الحقيقه بيغنوا كلام في الرسمي مش موجود. يعني انا لما اجي اكتب غنوه ببقى حريص على اني بتبقى لابس بدله، تشكيل جمالي ولابس بدله وبتاع الى اخره. لا، هو هناك كمان في حاجه تانية، في مساحه تملي عند الشباب موجوده، وده حصل في ال 68 مثلا لما طلعت البوني ام وطلع الحاجات الاجنبي والفرق المصريه اللي قلدتهم، ابن توفيق الحكيم اللي هي الفرق العامله، انه في مساحه من التمرد انت بتبقى محتاجها عند الجيل ده. هو بيقول كلام شبههم، شبه العيال دي يعني. احنا مش ضده، بس هل ده نوع من الغنى كان موجود طول الوقت؟ موجود طول الوقت، موجود. بيعيش؟ لا، بيعيش لانه بيعتمد على ظواهر يعني. هو لون بيأدي غرض يعني. انا قلت من قريب انه انت عندك حاجه في المجتمع المصري اسمها حفلات الزهر، ده نوع من الايقاع على فكره. هم 24 ايقاع مش ايقاع واحد، وبليغ على فكره استخدم منهم احد الايقاعات دي، بليغ حمدي، في ريا وسكينه يعني. الدور ده احد ايقاعات الزهر المصريه. فالزهر بيعمل ايه؟ هو نوع من الغنى على فكره. هو بيعمل ايه في لحظه؟ هل هو بيسود؟ ما بيسودش. هل المصريين بيجيبوه في حفله طهور؟ ما بيجيبوهوش. هل بيجيبوه في فرح؟ ما بيجيبوهوش. لكن في فرح يجيبوا الحضره، يجيبوا شاعر ربابه. دلوقتي الموضة في الأفراح الشوية دول ويجز ومش عارف إيه، بس شوية يعني بتاخد وقتها. هي حفلة زار مش أكتر، بتخرج طاقة عند الشباب، لكن حقهم. لكن الغناء ومطلوب مننا احنا كمان إنه كدولة وكهيئات وكمؤسسات تقدر. أنت مش عاجبك الغناء ده، طب ما تدعم الغناء الجميل. في 100 سنة غناء، أين موقع الفنان والمطرب والموسيقار محمد عبوهام؟ كان عندي فصلين في هو الجزء اللي نزل ده، الاغنيه والسياسه، ده المفروض انه 3 اجزاء نزلوا منه جزء. انا اشتغلت من 1906 ل 1942، ده الجزء اللي نزل في عبد الوهاب في فصلين منه، لانه عنده مواقف سياسيه كتير جدا. من اول مصطفى نحاس مثلا ما كانش بيحب غنى عبد الوهاب لدرجه انه رفض يسلم عليه. يعني كان في احد الاجتماعات ودخل عبد الوهاب عشان يسلم على زي مصطفى النحاس، فالنحاس شال ايده، فقالوا له ليه كده؟ فقال لهم انا ما ينفعش اسلم على واحد بيعلم عيالنا يعني الخنوع يعني. يعني هو بالنسبه لمصطفى النحاس وقته تامر حسني بتاع الوقت ده، لكن هو في نفس الوقت مرتبط سياسيا بالوفد كام، ولدرجة انه عبد الوهاب بالمناسبة يكاد يكون هو اول حد غنى غنوة انتخابات. لما غنى لعبد الحميد عبد الحق اللي كان وزير التموين ووزير الداخلية في احدى حكومات الوفد، وكان مترشح سنة 50 في دائرة السيدة زينب. فعبد الوهاب كان مديون لآل عبد الحق، وبالمناسبه عبد الحميد الحق ده يبقى الاخ الاكبر للموسيقار والممثل الجميل البديع عبد العظيم عبد الحق. ملحن لكن مغفول اسمه. صحيح، هو حد هايل يعني. فكان مديون لاسره عبد الحق بانهم خبوه في وقت من الاوقات لما الملك قرر انه الملك فاروق يعني ليلى مراد، هو كان بيسالها انت بتحبي عبد الوهاب ما بتحبهوش في قعده من القعدات، فيبدو انها قالت له انا بحبه، فقال لها انا هقتله لك. فهي صدقت انه الملك هيقتله، فراحت نبهت عبد الوهاب انه الملك هيقتلك من الكلام اللي كان بيتقال على الملك وبتاع. خاف عبد الوهاب فراح استخبى في ابو قراص في المنيا عند اسره ال عبد الحق، وكان منها وزيرين يعني. لما جه عبد الحميد عبد الحق ترشح سنه 50، عبد الوهاب عمل له اغنيه انتخابات دعائيه تماما، تكاد تكون الجميل تكاد تكون الاولى. طيب